كنا نقول لحضراتكم قبل الفاصل، محاكمة هذه المحاكمة كان لها أكثر من صدى، يعني كان هناك كتاب أوروبيين وكتاب أمريكيين، وقد تحدثت عن إريك هوبسباوم المؤرخ الأمريكي الكبير الذي أيضا تحدث عن مجموعة من السياقات، وهناك أكثر من يعني كاتب كتب، يعني هناك كان كتاب أيضا الخيارات الصعبة، وسنتعرض لهذه المذكرات. في الحقيقة يعني ربما تكون يعني بين أقواس كما يقول بعض المراقبين، هيلاري كلينتون استخدمت محاكمة مبارك ليس من أجل يعني ليس لسواد عينين مبارك كما يقولون، هم تخلوا عن مبارك وقد رأينا الآن هو الآن وكيف تتعامل البيت الأبيض مع مصر بتلك الوقاحة المعهودة التي نعلمها عندما تكون الأشياء، يعني عندما يريدون أن يتخلوا عن حلفائهم أيا كان في العالم، يعني انظروا كيف يخاطبون روسيا مثلا، يعني هناك كثير ما يقال. لكن بما أننا في السياق المصري، دعوني أقول بأنها هيلاري كلينتون استخدمت مبارك الرئيس مبارك من أجل أن تشحذ هي أيضا، يعني أن تزيد من فرصها من أجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها بعد قليل. يعني هي استخدمت مبارك كوسيط من أجل أن تقول بأن تتبرأ من السياقات أو تتبرأ من السياسات الفاشلة بحسبها في الخيارات الصعبة لباراك أوباما، وبالتالي هي تقول تقدم نفسها بأنها كديمقراطية أفضل بكثير لمعركة الرئاسة من أوباما عفوا، وبالتالي تتجمل على حساب قضية مصر وقضية مبارك. ليس إنها لم تقل هكذا جزافا هذه التصريحات إحقاقا للحق، أو أنها مثلا كهانس بليكس الذي تحدث في كتابه الأسلحة التي لم توجد قط، هانس بليكس الذي كان يعمل مع محمد البرادعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بمقتضى التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن فإنه تم الاعتداء على العراق والتدخل في العراق عسكريا باعتبار أن هناك دلائل دامغة على وجود أسلحة دمار شامل داخل العراق. هذا الهانس بليكس مثلا بعدما طلع على المعاش وترك الأخ البرادعي في العمل، هذا الهانس بليكس كتب كتاب يتحدث فيه ويتحرر ويتطهر من الأكذوبة التي مررها هو شخصيا في مجلس الأمن، وقال أنه لم تكن هناك أسلحة دمار شامل في العراق وأنها كانت كذبة. لكن هنا هيلاري كلينتون ليست هانس بليكس، هيلاري كلينتون تحاول أن تسحب البساط من تحت أوباما من أجل أن تعطي فرص أكبر للحزب الديمقراطي في معركة رئاسية مرتقبة بعد قليل في الولايات المتحدة. رجوعا إلى إذن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحقيقة أود قبل أن أتحدث عن الأصداء في الأوساط الغربية، دعوني يعني أتحدث عن بعض التواريخ المهمة في هذه القضية. نتذكر أنه تاريخيا يوم 3 أغسطس 2011، هذا اليوم قد دخل التاريخ باعتبار أنه اليوم الأول الذي يسجن فيه رئيسا للجمهورية أو يقدم للمحاكمة، إذن وهو اليوم 3 أغسطس 2011، يعني نحن في أغسطس بالمناسبة وأول أغسطس، فإذن الأمور تاريخيا تتقاطع هكذا في سياقات قدرية. هذا هو اليوم الذي مثل فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام محكمة علنية جنبا إلى جنب طبعا كما قلت وزير داخليته إلى غير ذلك، 6 من معاونيه وطبعا وأبنائه، ولم يكن هناك طبعا الرجل الهارب أو رجل الأعمال الهارب محمد سالم لوجوده في أسبانيا. إذن تداعيات هذه المحاكمة كما يقول المحللين المصريين وأيضا محللين العالم العربي سوف تكون بالغة. في 1 فبراير 2011 نتذكر أن الرئيس حسني مبارك
تنحى طبعا عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت ضغوط الثورة الشعبية التي اندلعت ضده يوم 25 يناير. لدينا أيضا تذكير بشهر فبراير ومارس 2011. النائب العام المستشار السابق عبد المجيد محمود يتلقى بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار التي اتهم فيها طبعا مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين. نتذكر أيضا أوائل شهر فبراير 2011 حيث كانت النيابة العامة أو النائب العام النيابة العامة تخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة عن وقائع قتل المتظاهرين اللي هي محل النهاردة ربما الطعن من فريد الديب. لدينا أيضا 21 فبراير 2011 حيث أن النيابة العامة تخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لتجنيد الأرصدة المصرفية للرئيس محمد حسني مبارك وأفراد أسرته في دول العالم مستندة في طلبها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي في وجود ظل أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم جرائم فساد مادي. يعني هذا هو كانت هي الحيثيات. على الهاتف معنا الضيف الكريم المستشار رفعت السيد أستاذ القانون الجنائي. سعادة المستشار تسمعوني؟ أيوة. ألو، صباح الخير. صباح النور. سيادة المستشار، يعني محاكمة مبارك هكذا، ما هي توقعاتك؟ ستكون هذا فصل في التقاضي أم أنه ربما تحسم قضية قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالي عند نهاية هذه المجموعة من الجلسات هذا الأسبوع؟ هو بداية أحب أن أذكر أن محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هي المحاكمة الثانية، لأنه كان قد سبق محاكمته في المرة الأولى وقضي عليه بالسجن المؤبد هو ووزير داخليته اللواء حبيب العدلي وتبرئة باقي المتهمين الستة مساعدي وزير العدل وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لحسين سالم وابني الرئيس علاء وجمال مبارك، وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقد، فألغت محكمة النقد الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات الحالية. فهذه هي المحاكمة الثانية بعد أن تم إلغاء الحكم من محكمة النقد. هذا الحكم أيضا لو صدر سواء كان بالإدانة أو بالبراءة فإنه يقبل الطعن عليه أيضا أمام محكمة النقد للمرة الثانية. إذا قضي بالإدانة يكون من حق الذي قضي بإدانتهم الطعن عليه بالنقد، أما لو قضي بالبراءة فيكون من حق النيابة العامة أن تطعن أيضا على الحكم بالنقد أمام محكمة النقد. لكن محكمة النقد في هذه المرة لو نظرت الدعوة مرة أخرى فإذا وجدت أن الحكم خاطئ للأسباب القانونية التي استند إليها أو قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال فإنها تتصدى للحكم وتحكم كمحكمة موضوع وليس كمحكمة قانون، ويكون حكمها باتا حاسما لمراحل التقاضي الجنائية ويسدل الستار نهائيا على هذه الدعوة. إذن نحن لسنا في المرحلة الأخيرة من المحاكمة الجنائية ولكن لدينا مرحلة أخرى أمام محكمة النقد سواء كان الحكم قد صدر بالإدانة أو قد صدر بالبراءة. المهم في هذه المحكمة أن محاكمة القرن الحالية التي تنظر الآن هي المحكمة الأولى في تاريخ مصر التي تذاع وقائعها على الهواء مباشرة ويشهدها العالم أجمع ويراقب العالم كله الأدلة والأسانيد
التي ارتكلت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى الرئيس الأسبق مبارك ومعاونيه، وكذلك إلى أدلة الدفاع وأدلة البراءة التي قدمها محامو المتهمون خلال مراحل التحقيقات والمرافعات أمام محكمة الجنايات. سيادة المستشار، يعني هناك ما رشح عن خطة الدفاع بأنها ستكون من مراحل أو من محاور أربعة تقريبا، وهو سيفند فيها المحامي فريد الديب يعني دفوع النيابة العامة، وأيضا سيتحدث عن أن هناك أدلة في حوزته تظهر بأن الفاعلين الحقيقيين كانوا من الإخوان المسلمين وجماعات إرهابية أخرى كحماس وحزب الله، وبالتالي هناك تقاطع ما بين، لا شك تقاطع ما بين قضية التخابر والهروب الكبير من وادي النطرون وقضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق. ما مدى واقعية مثل هذا الطرح؟ مهمة النيابة العامة أن تقدم الأدلة على ثبوت الاتهامات قبل أي متهم تقدمه إلى المحاكمة الجنائية، ومهمة المحامي المدافع عن المتهم أن يقدم كافة ما لديه من أدلة ودفاع ودفوع تثبت براءة موكله. فما هو منتظر من الدفاع عن المتهمين هو مجرد أن يقدموا إلى المحكمة ما يفند أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، وما يثبت من وجهة نظر الدفاع تبرئة المتهمين الذين يدافعون عنهم. والمحكمة هي الوحيدة التي ترجح بين أدلة الإدانة وبين أدلة البراءة، فإذا ثبت لها على وجه القطع واليقين والجزم أن أدلة الإدانة ثابتة قضت بالإدانة. أما إذا انتابها أي شك أو إبهام أو تشكك في أدلة الاتهام أو غموض أو أي شيء، فإن الشك يفسر لصالح المتهم، وعليها في هذه الحالة أن تقضي بالبراءة، لأن القضاء الجنائي قضاء يقين، لا بد وأن يقضى بالإدانة على سبيل الجزم واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين أو الاحتمال. لا شك، لكن أنا أتحدث ما مدى معقولية أن يتقدم فريد الديب بأدلة أخرى تفيد أن المتهمين الحقيقيين من هم قتلوا المتظاهرين هم آخرين باعتبار الأدلة المنظورة في قضايا أخرى. سعادة المستشار، الدفاع يقدم ما يعن له من أوجه دفاع، ويحق له أن يقدم ما يشاء من أوجه دفاع، وليس عليه من قيود أن يطرح ما لديه من مستندات أو أوراق أو شهود أو أدلة مادية تثبت براءة موكليه. هو حر في أن يقدم ما يشاء، والمحكمة هي وحدها التي تستطيع أن تفصل بين ما إذا كانت هذه البيانات أو هذه الأدلة أو المستندات التي تقدم من قبل الدفاع صحيحة أو غير صحيحة، مقنعة أو غير مقنعة. هذا أمر متروك لتخدير المحكمة بعد أن تختلي بنفسها في مداولاتها قبل إصدار الحكم. أما الدفاع فلا قيد عليه ولا تسريب، أن يقدم ما يشاء من أوجه دفاع ودفاعات. لا شك الحرية، أنا أتفهم ذلك، وأتفهم أيضا يعني أن المحكمة ما وقر في قلب المحكمة يعني بالدليل الدامغ هو الذي سيكون يعني الحكم عنوان الحقيقة كما يقولون. لكن سعادة المستشار، أنا أتحدث فقط عن فكرة يعني إذا ما كان هناك لدينا قضايا فيها التخابر والهروب، وخصوصا قضايا الهروب الكبير من وادي النطرون التي يعني هناك أدلة فيها دامغة بحسب يعني قانونيين وبحسب ما ثبت في المحاكمات ومستشارين وهيئات قضائية يعني في إطار محاكمات، أن هناك أدلة أن من اشترك في يعني في ليس فقط في الترويع لكن أيضا في قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وكذلك الاعتداء على المؤسسات الشرطية في أنحاء الجمهورية،
كان من إنتاج أشخاص آخرين. هناك أدلة موجودة عن يعني تورطهم في هذه الأعمال، حزب الله وبعض عناصر حماس. إلى أي مدى سيغير ذلك يعني مفردات قضية مبارك؟ كافة ما ذكرته الآن من اتهامات نسبت إلى آخرين بارتكاب جرائم قد تكون متصلة بالجريمة التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك، كلها لا زالت أمام القضاء، لم يبت فيها بعد بحكم باك من أي محكمة جنائية حتى الآن، وجميعها لا زالت أمام القضاء يحاكم فيها من نسبت إليهم هذه الاتهامات. وبالتالي لا نستطيع القول أن هناك دليلا أو أن هناك قضاء ثبت على وجه القطع واليقين بما نسب إلى أي من هؤلاء المتهمين أمام محاكم الجنايات. جميعهم كما هو الحال بالنسبة لمبارك في طور المحاكمة لم يحكم على أي منهم بحكم بات دامغ يعد عنوانا للحقيقة كما ذكرت، وإنما هم لا زالوا في مراحل المحاكمة. وبالتالي لا نستطيع أن نجزم أو أن نقول أن زيدا من الناس هو الذي ارتكب الفعل الذي حكم من أجله أو أنه بريء من الفعل الذي يحاكم من أجله. طيب خليك معي سعادة المستشار، أود فقط أن أنوه للسادة المشاهدين بأننا في الجانب الآخر من الشاشة في القاهرة، والناس هذه قاعة المحاكمة التي ستعقد فيها المحاكمة والتي ستدخلها هيئة المحكمة بعد قليل، هذه الاستعدادات